طيب ايه تاني عن يانج افريكانز؟ يانج افريكانز ورؤيتكم لهذه المباراه، وكيف يدخل مارسيل كولر في هذه المباراه؟ هنشوف الاول ترتيب المجموعه. طبعا النادي الاهلي في الصداره، لعب خمس مباريات معانا الترتيب اهو. النادي الاهلي لعب خمس مباريات ضمن طبعا الصعود، ويانج افريكانز ضمن الصعود عشان فرق المواجهات المباشره بفرق هدف ما بين يانج افريكانز وما بين شباب بلوزداد. يعني لو يانج افريكانز خسر من النادي الاهلي وشباب بلوزداد كسب، برضه يانج اللي يصعد. النادي الاهلي بيسعى للصداره، نفسنا من زمان بقى ان انت يعني حتى التعادل، يا مكسب يا تعادل. والتفاؤل والتشاؤم نعمل فيهم ايه؟ لا انا مش لا. بص، يانج افريكانز فرقه حلوه جدا، من احلى الفرق في افريقيا دلوقتي بتلعب كوره يانج افريكانز، بدليل ان هم اقوى خط هجوم في البطوله. حقيقة. مسجلين 9 اهداف، بس عندهم مشاكل دفاعيه انت لازم تستغلها. يعني من الفرق اللي بتلعب كوره، طبعا النادي الاهلي اعلى بكتير، بس فكره ان من الفرق اللي هي ايه بتلعب كوره حلوه. ممكن نستعرض حتى التشكيل بتاع يانج افريكانز او ابرز ده التشكيل المتوقع، خليه بس على الشاشه. ديجي ديارا ده الحارس المالي، ابراهيم حماد ودي جوكسون وكواسي الباك رايت وماتامبالا، الاثنين اللي في النص المدثر يحيى وخالد اوتشو، وماكسي الجناح الشمال. ركزوا بقى على الجناح اليمين، زوزو ده اللي انا كلمت عليه الناس بتوع تنزانيا، قلت لهم زوزو ده من احسن اللعيبه في الفرقه السنه دي، ومن احسن اللعيبه في دوري ابطال افريقيا. صحيح. زوزو كيندي موسوندا ده المهاجم، شفناه طبعا مع المنتخب، وستيفان عزيز كي بتاع منتخب بوركينا اللي هو اللعيب اللي هو برده بيتكلموا، يعني طبعا من احسن صناع الالعاب عندهم في الفرقه. طبعا ميجيل جوموندي المدير الفني، واحد برضه من المدربين اللي عندهم خبرات. هنجيب ابرز ارقام اللعيبه ونشوف مين الاحسن اللعيبه عندهم. اتفضل. مين اللعيبه ونجيب الحالات برضه معانا. حالات، هات الاول ابرز ارقام اللعيبه وبعدين نستعرض الحالات مع بعض. ماشي. الاول طبعا هداف الفريق اسمه اللي هو زوزو اللي احنا بنتكلم عليه. زوزو هداف الفرقه في دوري الابطال افريقيا، جايب 3 اهداف. الاكثر صناعه للاهداف مين؟ اللي هو ستيفان عزيز بتاع بوركينا. جايب عامل 2 اسيست. موسوندا برضه عامل 2 اسيست. بص بقى ارقام زوزو ده، الاكثر صناعه للفرص على فكره، هو اكتر لاعب صنع فرص في البطوله في دوري ابطال افريقيا في كل الفرق، 15 فرصه، وده اللي جاب فينا الجون في ماتش الذهاب الشوطه. فاكرين الجون الشوطه ده؟ هو اللي كان جابه. الاكثر مراوغات ناجحه هو برضه في الفرقه. الاكثر تمريرات طوليه الحارس بتاعهم، الحارس ده من منتخب بيلعب في مالي، يعني عنده 26 تمريره طوليه صح. استيفان عزيز اللي هو صانع الالعاب بتاعهم بيروح على الجون كتير، من اكتر محاولات على المرمى. خالد اوتشو اللي كان بيلعب في مصر للمقصه، طبعا لعيب عارفين، لعيب كويس وكورته حلوه، اكتر لاعب عمل تمريرات صحيحه عندهم 270 تمريره صح. نجيب الحالات، صور الحالات بتاعت يانج في صور الحالات بتاعت يانج افريكانز على الفاينل. اتفضلوا. ماشي. صور الحالات، طبعا هنلاقي، يعني احنا هنتكلم دلوقتي نبين خطوره. بص حضرتك، ده اول حاجه، ده الجون اللي جابوه في شباب بلوزداد. اوكي. مين اللي كان بادئها من ناحيه الشمال؟ زوزو مع الباك ليفت اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي، بيعمل عرضيه، عندهم كثافه عدديه كويسه، هم ممتازين في الجبهه الشمال اكتر. ليه؟ لان بيتحرك فيها زوزو. زوزو ده بيلعب 8 وبيلعب وينج. فعندهم، بص اهي الكره جايه منين؟ من الجنب الشمال، هات اللي بعدها هتلاقي ان هو سجلها. فالجنب الشمال عندهم اللي هو هيبقى في المساحه اللي في ظهر محمد هاني، لازم نخلي بالنا من النقطه دي. كمل. هنا برضو نفس الجنب، هنا الجنب الشمال برضو، هنا بتحس ان في كثافه، بيعملوا تحميل عددي اكتر في الجنب الشمال، بتلاقي بيروح استيفان عزيز اللي هو مشاور بايده ده هيلعبها له ما بينهم. كمل، هات الصوره اللي بعدها، هتلاقي استيفان عزيز هي الكره راحت له وراح شايطها. طبعا خطا دفاعي رهيب من شباب بلوزداد. هنا بقى الجون اللي جه في النادي الاهلي برضو منين؟ من الجنب الشمال بتاع اللي هو ناحيه محمد هاني. مين اللي دخل ده؟ اللي هو زوزو اللي انا بتكلم عليه ان هو احسن لعيب عندهم السنه دي في البطوله. اوكي. بص شاطها، كان هدف صعب، كان هدف تسديده صعبه قوي على الشناوي. أيه. الشناوي اللي كان بيلعب صح؟ الشناوي. الشناوي. كمل. في حاجه. هنا برضو دي صور، ده اللعيب اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو زوزو. زوزو. اللي هو احنا جايبين برضو صورهم عشان نعرف ان زوزو اللي هو لابس جزمه حمراء ده. هنا شعر اصفر. هنا برضو ده ستيفان عزيز رقم 10 اللي هو صانع الالعاب بتاعهم الخطير ده، من حمرا وشعر اصفر. هنا برضو ده موسوندا اللي هو المهاجم بتاعهم، ده مهاجم سريع وعنده سرعات اللي قدام. هنا حارس المرمى اللي هو ديجي ديارا ده من الحراس اللي بتعمل تمريرات طوليه كتير. والله ده متفقين كلهم على كلهم عاملين نفس القصه، عاملين ستايل، عاملين ستايل ستايلنج. اوكي. طيب كريم، محتاجين ايه من هذه المباراه؟ يعني انت
لو انت مكان مارسيل كولر هتقول للعيبه ايه عشان تديهم الحافز لمثل هذه المباراه سواء اول او ثاني؟ يعني طبعا هي مباراه ترتيب مراكز اكثر منها مباراه تاهيل، وبالتالي ضغط العصبي اقل فيها بكثير من مباراه. يعني مثلا لو نفتكر كده مثلا السنه اللي فاتت مباراه الهلال السوداني في الجوله السادسه، طبعا كانت مباراه يعني حماسيه لاقصى درجه. بنتكلم عن مباراه ترتيب مركز، وانا اوكي اتفق مع ثابت على حته ان احنا يعني اكيد النادي الاهلي بيتارجت المركز الاول، بس بكل امانه لازم اقولها عشان دي الحقيقه، في السنوات الاخيره النادي الاهلي كلنا كنا بنتفائل بالوصافه. انا عمري ما اتفائل. لا معلش يعني كلكم انتوا الاثنين. لا انا مش بتفائل، انا برضو مع الصداره. انا نفسي يبقى في الصداره. كم بطوله حبيبي ان شاء الله لو كل البطولات عادي، اصل دي مفيش دي حاجه ودي حاجه، لازم يبقى التارجت بتاعك ان انت تكسب كل الماتشات. انا مش مختلف، والله انا مش مختلف على كده. انا بس بقول ان دي كانت نقطه بنتكلم عليها كتير يعني. وبالتالي انا بشوف ان مباراه مارسيل كولر هياخدها في خضم عدد المباريات الهامه اللي هيلعبها في الفتره دي، واهمها طبعا مباراه فاينل الكاس. يعني مباراه فاينل الكاس اكيد بكل تاكيد اهم بكتير من مباراه يانج افريكانز، وبالتالي لازم اللعيبه وهم دخلوا في طور ستايل معين ولعب معين من مباراه بدايه المحله افضل مكمل عليه. صحيح ان انا هيغيب عني مثلا عمر كمال عبد الواحد بسبب عدم القيد، بس هيلعب معايا وسام. يعني وسام غاب عن المباراه الماضيه في افريقيا عشان كان مصاب، هيلعب بقى المباراه دي، فاحنا محتاجين نكمل بنفس الريتم وبنفس النسق عشان نرجع بقى للنقطه اللي ثابت كان بيتكلم عليها. حته التاقلم ماتش بماتش، مثلا زي مثلا نقطه عدد لمسات وسام للكره في مباراه بدايه المحله كان قليل، باستمراريه المشاركه في المباريات هيبدا الرقم ده يزيد. بس اهم حاجه ان انا احافظ على النسق بتاعي. أيوة. عشان اوصل ليه في وجهه نظري يعني مباراه نادي الزمالك وانا في التوب ليفل بتاعي. طيب تشكيل النادي الاهلي من وجهه نظركم في مباراه يوم الجمعه؟ انا شايف ان الماتش ده لازم يكون بروفه لنهايه الكاس، ابدا بالتشكيله الاساسيه بتاعتي واجهزه عشان مباراه الزمالك برضه، خاصه ان انا بلعب على فكره يانج فريق بيلعب كره حلوه، فريق محترم قوي جدا، مصطفى شوبير في حراسه المرمى، واضح انه رئيسه. جميل، راجل جميل يعني. مصطفى شوبير في حراسه المرمى، الاثنين المساكين رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، محمد هاني ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، الثلاثة اللي في وسط الملعب هرجع بقى مروان عطية يبدأ ياخد حساسية الماتشات، جنبه عمرو السولية اللي أنا بشوف إن هو لما رجع يديك تقل وخبرة وهتحتاجه في ماتش نهائي الكاس، جنبه إمام عاشور، الثلاثة اللي قدام رضا سليم وحسين الشحات وأسامة أبو علي. أنا متفق 100% على التشكيل. 100%؟ أه 100%. أول مرة في تاريخ حياتي يفرح. خليه يفرح يوم. أول مرة يتفق معاك. كلنا أول مرة نتفق. طيب يعني برضه اسمع منك يا احمد سريعا جدا التشكيله كريم عبد بتجهزه. انا متفق. لا متفق. هو نفس طبعا هو ده نفس التشكيل ليه ببساطه. هو الاسم اللي احنا ممكن نختلف عليه بصراحه عمر كمال، وهي في وجهه نظري عمر هيبقى له دور في ماتش الزمالك، بس ما نيجي نتكلم عن ماتش الزمالك بس ممكن حد يقول لك بيرسي تاو برضه. نعم بيرسي تاو يعني ممكن في الوينج بيرسي تاو مكان الشحات او رضا سليم او كريم. انا خليني اتكلم بصراحه امان، الثلاثي الامامي في وجهه نظري في اتنين مش ينفع تغيرهم في الوقت الحالي، رضا سليم وسام ابو علي. الله اكبر عليك. وسام مش ينفع تغير ولا رضا ينفع تغير، وفي بعض الاحيان قبل مباراه مهمه كابتن سليم انت عارف النقطه دي مهمه قوي، قبل مباراه مهمه ما ينفعش في المراكز دي اعمل روتيشن. ليه؟ عشان حسيت المباريات. صحيح. عشان الانسجام ما بين المجموعه اللي بتلعب قدام. صحيح. فانا الاسمين دول انا بكل امانه ممكن الاسم الثالث لو نقعد نتكلم عليه بيرسي ولا حسين وامان وكريم فؤاد النهارده بيقدم نفسه في حته ايه بقى؟ انه جناح دفاعي بيرفكت. سرعه ارتداد كريم فؤاد في الهجمات المرتده امتياز، دي ممكن تديله افضليه على لاعب يكون بيركز في الهجوم بس. لكن انا في المباراه الجايه مع غياب عمر كمال اوكي اتفق على 11 لاعب دول. لما نيجي بقى ان شاء الله في حلقه مباراه نهائي الكاس ونتوقع التشكيل، اعتقد هيبقى واحد من اصعب التشكيلات اللي ممكن حد يتوقعها للمباراه، طبعا اكيد بالاهميه القادمه خصوصا طبعا مع تغير شكل نادي الزمالك بالصفقات الجديده اللي ابرموها في يناير. عموما